فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الحائض تقاس على الجنب بحيث إذا أرادت النوم تتوضأ؟ لا، لأن الحيض دائم، ما هو مثل الجنابة، الجنابة وقتها قصير وبإمكان الإنسان يزيلها، بخلاف الحيض فهو ما يزول إلا عند انقطاعه ويطول وقته. نعم، ولم يرد في الحائض أنه تتوضأ عند النوم، ما ورد هذا. نعم، انت تحصل الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.